بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في علم الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام باب اخر من ابواب كتاب الكافي الشريف الذي جمع فيه الكليني رضوان الله تعالى عليه الاحاديث المختلفه في علومهم هذا الباب باب ما عند الائمه من ايات الانبياء عليهم السلام في هذا الباب روايات كثيره حول أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى المعاجز للأنبياء، وكانت هذه المعاجز أحيانًا بواسطة وسيلة، مثلًا معجزة موسى إحدى معاجزه كانت بواسطة العصا، فموسى كان يضرب العصا تتحول إلى حية أحيانًا. واحيانا الى ثعبان مبين. فكان احيانا يري هذه المعجزه ليصدقوه لهدايتهم. وتاره يري هذه المعجزه لتاكل العصا ما يافكون. لقفت يعني اكلت بسرعه ما يافكون في القضيه المعروفه حينما اجتمع السحره وجمعوا سحرا أظهروه وسحروا به أعين الناس واسترهبوهم فعصى موسى أكلت بسرعة جميع ما كانوا يأفكون يخدعون الناس به وأحيانا هذه العصا جعلت وسيلة لشق البحر وأحيانا جعلت وسيلة للاستسقاء كان هناك حجر هذه العصا يضربها موسى عليه السلام على هذه الحجرة فكان يخرج منها الماء وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فمعاجز الأنبياء أحيانا كانت بواسطة الشيء وأحيانا بدون واسطة يدعون الله سبحانه وتعالى فيستجيب لهم هذه المعاجز ووسائلها كلها اورثها الله سبحانه وتعالى من الانبياء الى رسوله محمد صلى الله عليه واله فكانت كلها عنده ثم من بعده اورثها الى الائمه واحدا بعد واحد وهي الان مواريث الانبياء موجوده عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا الرسول محمد صلى الله عليه واله ما استفاد من اكثر هذه الوسائل التي كانت موجوده عنده. وانما الله سبحانه وتعالى حفظها عنده. ومن بعدها الائمه الى ان ياتي الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فيستفيد من بعضها كما سنذكره. أيضا الله سبحانه وتعالى أنزل كتب على أنبيائه حس من بعض الروايات يستفاد أن الكتب التي أنزلت على الأنبياء مئة وأربعة كتاب على آدم الله سبحانه وتعالى أنزل خمسين كتابا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أيضا لإدريس مجموعة كثيرة من الكتب على إبراهيم نزلت الصحف على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور وعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله القرآن زين باستثناء القرآن الذي هو موجود بأيدي الناس كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه واله باستثناء القران بقيه الكتب السماويه الان غير موجوده في ايدي الناس. التوراه الموجوده هي توراه محرفه وليست هي التوراه التي انزلت على موسى. فيها زياده ونقيصه وتبديل وتحريف. الانجيل الموجود محرف. زين اين الانجيل الذي انزله الله سبحانه وتعالى على عيسى. أين التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى؟ أين صحف إبراهيم؟ أين دا مزام؟ أين زبور داود على نبينا وآله وعليهم جميعاً الصلاة والسلام. أين صحف إبراهيم عليه السلام؟ أين سائر الكتب؟ هذه كلها كانت موجودة عند الرسول محمد صلى الله عليه واله، يتوارثها الأنبياء واحداً بعد آخر. ومن الرسول محمد صلى الله عليه واله انتقلت الى امير المؤمنين عليا ومنه الى الحسن ومنه الى الحسين ومنه الى الامام زين العابدين الى الامام العسكري ومن الامام العسكري الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا تشريف للانبياء وللائمه وايضا استفاده لان العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى الى الارض هذا علم لم يرفعه. وإنما هذا العلم موجود، بمعنى أنه هناك واحد أو أكثر من واحد يعلمون ذلك العلم، موجود عندهم. التوراة نزلت الله لم يرفعها، موجودة عند الرسول محمد ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الآن موجودة عند الإمام المهدي. ويستفاد من الروايات أن هناك صندوقين. كان عند الرسول ومن بعده الأئمة الصندوق الأول يسمى الجفر الأبيض وإنما يسمى جفرا لأن هذا صندوق من جلد ليس من خشب الجفر الأبيض فيه الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء وهناك صندوق آخر يسمى الجفر الأحمر هذا الصندوق أيضا من جلد وفيه مواريث الأنبياء من غير الكتب يعني مثلا عصا موسى عليه الصلاة والسلام الحجر الذي كان لموسى عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر ال مواريث للانبياء، خاتم سليمان، الطشت الذي كان كذا كذا، بعضها ذكرت في الايات والروايات وبعضها لم تذكر لنا لكنها موجوده في الجفر الابيض. زين، شنو الفائده في ذلك؟ اولا مو بالضروره ان نحن نعلم الفائده. الله حكيم وبحكمته يفعل ما يشاء. لا يشاء اعتباطا وانما يشاء بحكمه هسه احنا عرفنا لو ما عرفنا هذا اولا بعض الناس يجي عندما يوصل الى المسائل الدينيه يقول اني لازم اقتنع اذا اني ما اقتنع ما اصلي اقتنع بالصلاه اصلي ما اقتنع ما اصلي اقتنع بالصوم اصل اصوم ما اقتنع بالصوم ما اصوم تقتنع بالحجاب تتحجب ما تقتنع بالحجاب لا هذه طريقه غلط انت تعتقد بالله تعتقد بالرسول اذا ما تعتقد بالله وما تعتقد بالرسول زين لازم نبحث وياك بحث عقائدي هل الله موجود او ليس بموجود هل الله ارسل رسل او لم يرسل رسل هل محمد صلى الله عليه واله رسول او لا نبحث معك بحث اعتقادي لكن اذا انت تعتقد بوجود الله وتعتقد بالاسلام وتعتقد بنبوه محمد صلى الله عليه واله وتعتقد بأن القرآن حق وبأن كلام الرسول ولا إما حق زين إذا تكلموا بكلام لازم تقبل هذا الكلام ويسلموا تسليما مرة ما تعتقد بهم نبحث وياك في المسائل الاعتقادية أما تعتقد بهم لازم تسلم لهم زين إذا عرفت العلة فنور على نور اذا لم تعرف العله هذا مو معناه ان العله باطله انت ما تفتهم مو العله مو صحيحه انت اذا بك مرض مثلا خطير ذهبت الى مستشفى تعتقد بهذا الطبيب وباللجنه الطبيه قالوا لك انه يجب ان تجرى عليك عمليه جراحيه مستعجله تسال لماذا يمكن يبينوا لك تفهم ما يقولون لأنه أنت لك خبرة في مجال الطب والإصطلاحات الطبية والعلوم الطبية تفهم ما يقولون مرة لا إحنا ناس ليس لسنا أهل خبرة في مجال الطب أميين في هذا المجال مرة ما نعتقد بهؤلاء الأطباء نقول هؤلاء ليسوا أطباء شهادتهم مزورة هؤلاء طلاب مال يكذبون كذا زين لازم تدور على طبيب يكون طبيب حقيقه وهو مخلص في عمله مره لا تعتقد بان هؤلاء اطباء متخصصون في مجالهم مو طبيب واحد اطباء مجموعه وشخصوا ذلك هسه انت ما فهمت شنو يقو يقولون ماذا يقولون عدم الفهم ليس الدليل على عدم الصحه اذا واحد قال انا ما افهم ماذا يقولون سألتهم عن العلة ما أقنعوني ولم يجر العملية وهذه سببت أنه المرض استشرى فيه ومات الناس يلومونه لماذا؟ ما يقدر يعتذر بأنه آني ما اقتنعت بكلامهم إذا ما دام تعتقد بهم وباختصاصهم ومجموعهم لازم تسلم لهم زين إذا أنت تعتقد بالله وتعتقد بالقرآن وتعتقد بالرسول لازم تسلم فعلى كل حال هذا أولاً. هسه إحنا ما عرفنا الفائدة. هذا ليس معناه أن أنه لا توجد هناك فائدة. ثانياً، لعل من الفوائد في ذلك أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسول والأئمة بالعلم. وهذا من علمهم. يعني الله سبحانه وتعالى علم الرسول والأئمة بواسطة الرسول جميع العلوم التي أنزلها على سار الأنبياء زين من طرق التعليم أنه يوحي إليهم مباشرة من طرق التعليم أنه يرسل ملك يعلم الرسول صلى الله عليه وآله أو يحدث الأئمة ومن الطرق أنه كتب أولئك الأنبياء تكون عندهم فيقرؤونها هذه أيضا طريقة لان يعلمهم الله سبحانه وتعالى تلك العلوم واما مواريث الانبياء هذا فيه تشريف لهم وفي فوائد يعني هذه المواريث الله سبحانه وتعالى جعلها للانبياء لان فيه الولايه التكوينيه او من طرق استعمال الولايه التكوينيه فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الولايه للرسول محمد بهذه الوساط وبغيرها زين من جمله مواريث الانبياء عصا موسى عليه السلام والحجر الذي كان يضربه فينبثق منه الماء هذه من جمله مواريث الانبياء كانت عند الرسول وانتقلت الى الائمه وهي الان عند الامام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف. الامام المهدي حينما يظهر يظهر بمعاجز لكن فترة إظهار هذه المعاجز ليست فترة دائمة، فترة قصيرة حسب ما يظهر من الأحاديث. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالظهور. المهدي حسب الروايات الصحيحة الصريحة يسير بسيرة الرسول صلى الله عليه واله. يسير بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام. الرسول في قضاياه كان يستعمل الطرق الطبيعيه في الدعوه الى الاسلام وفي نشرها المعاجز كانت حاله استثنائيه في بدر الله سبحانه وتعالى ارسل الف من الملائكه مسومين وهذه كانت حاله استثنائيه في غزوه احد وعدهم بان يرسل لهم خمسه الاف من الملائكه بشرط أن يصبروا. ما وفوا بالوعد فالله سبحانه وتعالى كان وعده بشرط لم يرسل الملائكة في أحد. في غزوة الخندق أرسل الرياح فشتتت شمل المشركين. لكن بشكل عام الرسول صلى الله عليه واله كان يسير عبر الطرق الطبيعية. المعجزة حالة استثنائية لإثبات صدقه وأحيانا لأغراض أخرى. فالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر يظهر بسيره الرسول صلى الله عليه واله بسيره امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام المعجزه كان حاله استثنائيه فيهما فلذلك في ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المعجزه ايضا تكون حاله استثنائيه نعم عندما النظام العادل يستتب وكل امور الناس تصير على مقتضى اراده الرب سبحانه وتعالى، عقول الناس ترتفع، ولذا في بعض الاحاديث وضع الله يده على رؤوس الناس فارتفعت عقولهم مضمون الحديث. ليش؟ لان النظام عندما يكون نظام صحيح، التعليم يكون موجود، اساليب الناس في الحياه تكون صحيحه، عقولهم ايضا تنمو، لان العقل قابل للتنميه. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر في البداية أولا لازم يثبت صدقه أنه صادق أنه هو المهدي الآن أكثر من ألف سنة من مولده الشريف زين الناس الذين كانوا قد عاصروا الإمام العسكري وبعض خلص الشيعة الذين رأوا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد مولده هؤلاء كلهم ماتوا زين الان واحد يجي يقول انا المهدي من وين تعرف صدقه؟ لحد الان عشرات الاشخاص خلال هالمئات السنين ظهروا وقالوا نحن المهدي هذا يطلع في الشرق ذاك في الغرب ذاك في الشمال وذاك في الجنوب يقول انا المهدي زين كيف نعرف انه صادق؟ كما تعرف صدق الانبياء بمعاجزهم تعرف صدق المهدي بمعجزته. فله بعض من المعاجز. والله سبحانه وتعالى يريد ان يعم العادل جميع ربوع الكره الارضيه لذلك حسب التعبير المتداول باقل الخسائر، كما ان الرسول صلى الله عليه واله في حروبه باقل الخسائر. احد المؤرخين حسب المنقول جمع جميع القتلى الذين قتلوا في حروب الرسول صلى الله عليه وآله سواء الغزوات أم السرايا أكثر من ثمانين غزوة وسرية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كم واحد قتل؟ مجموع القتلى ألف وأربعمائة شخص تقريبا في أكثر من ثمانين غزوة وسرية ألف وأربعمائة واحد تقريبا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله سبحانه وتعالى ادخره لهداية الناس وليعم العدل جميع الأرض. فلذلك حينما يظهر لا يستعمل السلاح إلا بمقدار الضرورة. كما أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يستعمل السلاح إلا بمقدار الضرورة. فبعض هذه المعاجز مثل الخسف في البيداء مثلا وأمثال ذلك لعل من الاغراض فيها اضافه الى تصديق الناس للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومضافا الى تسهيل سيطرته على الكره الارضيه ليحكمها بالعدل كذلك لعله من الاسباب تقليل الخسائر لان الله يريد هدايه الناس ولا يرضى لعباده الكفر لكن إرادة الهداية ليست إرادة تكوينية بحيث ان الناس يهتدون رغما على أن فهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إرادة تشريعية بمعنى صدور الحكم وقد صدر الحكم تحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى وفعل الأنبياء إيصال هذه الإرادة التشريعية للناس لكي يهتدوا إذا واحد بحسن الاختيار تقدم يهتدي إذا كان سيء الاختيار لا يهتدي فالله سبحانه وتعالى يريد حسب التعبير تقليل الخسائر لذا أحد العلماء كان يعبر تعبير لطيف بالنسبة إلى نزول عيسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ادخر عيسى أكثر من ألفين سنة لحد الآن إلى ظهور الإمام المهدي كم سنة بعد الله العالم ونرجو ونأمل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك سريعا زين عيسى لماذا الله رفعه إلى السماء حيا كان يقتل كما قتل كثير من الأنبياء فلما تقتلون أنبياء الله من قبل الله سبحانه وتعالى ادخره ليوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا لأن المهدي حينما يأتي يظهر يأتي إلى العراق إلى الكوفة ثم بعد ذلك يذهب إلى فلسطين وهناك ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلف المهدي، هذا العالم تحليله هكذا كان. يقول انه النصارى يعتقدون بعيسى واليهود ينتظرون عيسى، صحيح هم كذبوا المسيح عليه السلام لكن هم في فكرتهم في دينهم اكو شخص المسيح يظهر وينقذ بني اسرائيل، هكذا في عقيدتهم لكن كذبوا ان عيسى هو المسيح. فاليهود ايضا اصل الفكره يعتقدون بها. النصارى يعتقدون بعيسى، المسلمون ايضا يعتقدون بعيسى. والكرة الارضية غالبا بين مسلم ونصراني ويهودي هم المتحكمين. فحينما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يراه النصارى، هذا عيسى يدعوهم الى الاسلام، يسلمون الا المعاند وهو القليل. اليهود ينتظرون عيسى، يرون عيسى جاء يسلمون. المسلمون الذين لا يعتقدون بطريقه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يعتقدون بعيسى، يرون ان عيسى ياتي ويصلي خلف المهدي ويدعوهم الى المهدي ايضا يتبعون اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. زين ادخار عيسى الاف السنين ونزوله من السماء الى الارض هذه طرق اعجازيه خارقه للعاده. الله سبحانه وتعالى تسهيل هدايه الناس ولتسهيل امر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمهدي يستعمل المعاجز لكن حاله استثنائيه كما ان الرسول استعمل المعاجز بحاله استثنائيه. امير المؤمنين استعمل المعاجز بحاله استثنائيه. زين من جمله الامور ان العصا التي كانت بيد موسى تكون بيد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لانه وارث الانبياء. ويستعمل هذه العصا فيلق فتلقف ما يأفكون الحجر اللي كان عند موسى وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر موجود عند الإمام المهدي عندما يسير من ال من مكة إلى المدينة إلى الكوفة إلى فلسطين يقول لأصحابه لا تصطحبوا معكم طعاما ولا شرابا هذا الحجر موجود العصا موجودة يضرب بالعصا الحجر يجري منها الماء فمن كان عطشان يشرب الماء فيرتوي ومن كان جائعا يشرب الماء ويشبع. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه كما انه كان فضله على بني اسرائيل في هذه المعاجز. وما جرى في بني اسرائيل يجري في هذه الامه كما في الاحاديث الصحيحه وحتى المعاجز. باب ما عند الائمه من ايات الانبياء عليهم السلام، عن الامام الباقر عليه السلام قال: كانت عصا موسى لادم ولعل ادم جاء بها من الجنه. عصا موسى كانت بيد ادم فصارت الى شعيب، الانبياء توارثوها الى ان وصلت الى شعيب. زين موسى عندما فر من مصر ففررت منكم لما خفتكم وذهب الى مدين هناك او مدين هناك التقى بشعيب فزوجه شعيب احدى ابنتيه فصارت الى شعيب ثم صارت الى موسى بن عمران ذيك العصا وانها لعندنا الامام الباقر يقول هاي العصا عندنا وان عهدي بها آنفا يعني قريبا قد رايت هذا هذه العصا لعله ذهب الى الجفر الاحمر وراى هذه العصا وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها الشجر العادي عندما تقطع اغصانه شويه شويه يجف يذبل يصير خشب لكن هذه العصا لأنها من الجنة والجانب الإعجازي موجود فيها، هي خضراء. وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها، وإنها لتنطق إذا استنطقت إذا تسألها تجاوب. لأن هذا الجانب الإعجازي موجود فيها. أُعدت لقائمنا. يعني هذا الله حفظها من بعد موسى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يصنع بها ما كان يصنع موسى وإنها لتروع تخوف كما عصى موسى كانت تخوف نفس العصا بيد الإمام المهدي تخوف الله عز وجل في القرآن يقول فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب خاف الله سبحانه وتعالى خاطب موسى أنه لا ارجع إنه لا يخاف لدي المرسلون وإنها لتروع وإنها وتلقف ما يأفكون ما يأفكون هي عصا موسى الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى عصا موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون السحرة كان عملهم إفك خداع للناس العصا التقفت جميعها يعني اكلتها بسرعه وتصنع ما تؤمر به هي عصا موسى امرت بان تفلق البحر ضربت على البحر انفلق البحر فكان كل فرق فرق كالطود العظيم وتصنع ما تؤمر به انها حيث اقبلت تلقف ما يافكون يفتح لها شعبتان احداهما في الارض والاخرى في السقف، يعني هذه العصا تفتح كفم. شنو اكو من افك؟ هسه دبابات، اسلحه، وسائل، طائرات، صواريخ او اي شيء يستعملونه في ذلك الوقت لمحاربه الامام المهدي، هذه العصا تلقف جميع هذه التي يريدون أن يحاربوا بها الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وبينهما أربعون ذراعا تقريبا عشرين متر تلقف ما يأفكون بلسانها هذا حديث الحديث الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ألواح موسى التي كتبت عليها التوراة وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء. الواح موسى عندنا. وعصا موسى عندنا، الالواح العلم، العصا القوه. يعني علم موسى وقوته الله سبحانه وتعالى اوصلهما الى نبيه محمد صلى الله عليه واله ومنه الى الائمه. ونحن ورثه النبيين، يعني مو فقط عصا موسى. مو فقط ألواح موسى التي كتب عليها التوراة، لا هذان كمثالان بارزان واضحان يعرفهما كل احد جميع علوم الانبياء وسائل معاجزهم، مواريثهم هي عند الائمه عليهم الصلاه والسلام نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين